الحق ولن تجد لسنة الله تحويلا، فهو سنة ماضية لا محيد عنها ولا ينفك عنها أحد، فقد جعلها الله عز وجل آية من آياته الدالة على وحدانيته وعلى بديع صنعه سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: نبتليكم بالشدة والرخاء، بالغنى والفقر، والنعم والغنى، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية والهدى، والعاقل اللبيب الأديب، الحصيف هو الذي يعلم على أن هذه المصائب باختلاف أنواعها هي من عند الله عز وجل، فيؤمن بأنها مكتوبة في اللوح المحفوظ ومقدرة بمشيئة الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن فالمسلم لا ينزعج ولا يتضجر ولا يصاب باليأس ولا بالقنوط ولا بالإحباط. مابقاش الإنسان كيتفتف وخايف أش غادي يوقع ولا كذا، هذا الشيء كله غلط. فإن المؤمن لا يجوز له يعني أن يخرج عن مقام الصبر الذي هو أعلى مقامات الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، وأمره كله خير، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة صبر واحتسب. وقال الله تعالى وهو يزف لعباده الصابرين في البأساء والضراء: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن ينظر إلى البلاء على أنه علامة من علامة محبة الله لعبده. فالله تعالى ابتلى أيوب وابتلى إدريس وابتلى آدم وابتلى عيسى وابتلى سيدنا محمد بقومه وبصناديد قريش. إذن فهو إذا أحب عبدا ابتلاه. أنت يجب أن تنظر إلى هذا الموضوع من هذه الزاوية حتى لا يزل قدمك. أعرف بأن الله سبحانه وتعالى حبك، هو اللي مرض أيوب، هو اللي ابتلى يونس عليه السلام فانتقمه الحوت. إذن فهو كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخاء. ولله ضر الإمام الحسن البصري، سبحان الله، شوف كيقول لك، قال لك: لا تكرهوا البلايا الواقعة، هذه المصائب اللي نازلة كيف ما كانت شر ولا ضراء، لا تكرهوا هذه البلايا الواقعة والنقم الحادثة اللي وقع في الأرض الآن، ما تكرهوهاش، لأن المؤمن فلا ربما أمر تكرهه، واحد الحاجة كتكرهها وهي فيها النجاة لك. لأن أنت كنت الإنسان اللي عنده العقل المادي
وتيقول لك انا بخريب ما كيفهمش اسم بخريب كينضر ليها وكيقفقف وكيترعب علاش اخويا راه مازال من السته كتنزل من السبع الحمد لله باقي الخير وباقي نعم الله رجع للطريق المستقيم هذا هو الحل اللي عندك اش من حلول غتبحث ولذلك ايها الاخوان قال رحمه الله فلرب امر تكرهه فيه نجاتك ولربما امر توتره تحبه وتوتره وكتبغيه فيه عطبك من اعظم الفوائد ديال البلايا انها تجدد علاقتك بالله سبحانه وتعالى تقوي صلتك بالله فان المؤمن حينما يقع في الذنوب والمعاصي فان الله عز وجل يبتليه بمرض هذا المرض يجره الى باب العبوديه تاكي مرض وكيولي يعني كيحس بالالم عاد تيقول الله يا سيدي ربي سامح ليا اذا فهذا يدخله الى باب الذل والانكسار والجلوس بين يدي الله عز وجل من اعظم الفوائد ديال البلاء ايها الاخوه وهو انه يفتح لك باب التوبه النصوح ان الله يقبل التوبه من عبده ما لم يغرغر التوبه من حقوق الادميين اللي دير شي واحد صفر ليه شي فلوس ولا قمر ليه فلوس عن طريق النصب والاحتيال والتزوير ديال العمولات يرد البال ديالو والله ستقف حافيا عريان غتوقف امام الله وكل شيء داك الشيء اللي عملتيه ديك المراوغه والخواب وكذا انك غادي ياخذوا من الحسنات ديالك اذا ما عندكش الحسنات غادي تاخذ من السيئات ديالو اذا وكذلك حقوق الله عز وجل تارك الصلاه المتخلف عن الصلوات الخمس التارك لحقوق الله عز وجل فعليه أن يبادر بفعلها وبالإتيان بها على الوجه المطلوب كذلك أيها الإخوة من أعظم الفوائد اللي كنستفدها من باب البلاء أنه يذكرنا هذا البلاء يذكرنا بحقيقة الدنيا وبمآلها شنو هي هذه الدنيا كم من عاشق لها قتلات ملكها يفنى وجديدها يبلى الدنيا حية يلين لمسها ويقتل سمها دايره بحال واحد الحنش مزوق ولكن غير تقرب ليه يقتلك هكذا الدنيا فيها الشهوات وفيها الأموال والنسوان و و و ولكن الله حذرنا من هذه السموم والمهلكات أيها الإخوة لكن الإنسان دائما أن يجعل الدنيا قنطرة للآخرة وكذلك أيها الإخوة من أعظم الفوائد أن الله يربي عبده بالمحن ربك ربنا بالأمراض بالمحن علاش ليمحصنا من الذنوب ربي يربي العبد ديالو بالمحن بالابتلاء بالمرض باش يطهرك من الذنوب باش تبقى تقول هيلاص اش بغيتي عندي يا ربي ومقلق لا السلف الصالح كانوا يحولون المحن الى منح ويحولون الفرح الى شكر والقرح الى الصبر هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم فلولا انه سبحانه وتعالى يداوي عباده بأدوية المحن لطغى الناس على سطح الأرض ولا تجبروا ولا عتوا عتوا كبيرا ولكن سيدي ربي سبحانه وتعالى علاش كيبتلينا باش يخفف علينا من الذنوب والمعاصي باش يرفعنا إلى مقامين عظيمين المقام الأول هو في الدنيا وهو شنو هو أشرف المقامات
الذي ينال به العبد الدرجات العلى بل يرتقي به إلى مصاف الملائكة الأبرار وهو العبودية باش الإنسان كيدخل عند الله تعالى باب العبودية وفي الآخرة أن الله تعالى يعني تنال بهذا البلاء بعد الصبر والثواب تنال به رؤية الله عز وجل غتشوف الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ثم القرب منه القرب واش كاين شي حاجة أحسن من القرب من الله قال لك أنا كنحس بأن بوحدي أش من بوحدك كل شي الناس عندهم نقص في هذا الفيتامين وخاف الدار استقبل القبلة لا إله إلا الله سبق المفردون الموحدون الذاكرون الله كثيرا لماذا نحس بالوحشة وبالغربة وبالعزلة الشعورية لا ما هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إلى آخر أيها الإخوة وكذلك أيها الإخوة لا أريد أن أطيل وأعلم على أن من أعظم فوائدي يرزقك هذا البلاء أنه قوة الإيمان أن المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى ويعلم تمام العلم والمعرفة أن الله هو النافع هو الضار هو الجال هو الذي يجلب الخير والنفع لعباده هو الذي يكشف الضر والنقمة عن عباده سبحانه وتعالى ولكن الناس في هذا المقام على ثلاثة أقسام أولهم المحرومون الذين قابلوا البلاء تلقى جالس مسكين وربما قاع ولا كيفكر في الانتحار واش من الدنيا هذه ولا كذا لا فقابلوا هذا البلاء قابلوه باش بالسب وبالشتم وبالقنوط وبالنظرة السوداوية وسوء الظن بالله تبارك وتعالى أما موقف الثاني وهم الموفقون المنعمون الذين قابلوا البلاء بالصبر وحسن الظن بالله تعالى والقسم الثالث وهم الذين رضوا وقابلوا البلاء بالرضا والشكر والمؤمن دائما يتقلب في نعم الله عز وجل شاكرا لأنعمه صابرا على البلاء والابتلاء إذا وقع في ذنب أو اجترح سيئة قابلها بالاستغفار كما قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم والواجب على المسلم أن يثبت كالطود العظيم يثبت ما يكفرش بالله تعالى فلا ينقص على عقبيه كما بيّن ذلك القرآن الكريم ومن الناس من يعبد الله على حرف يعبد الله تعالى على حرف على بوينتا إذا أصابه خير براختخ ذكر كل شيء أسخد إياه ما كيش الحمد لله وإلا نزلت به شيء مصيبة مصيبة كحلة ولا كيشوف كل شيء كحل ولا كيسب قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين قال الفضيل بن عيان رحمه الله تعالى وهو أيضا كبير لنا الفوائد لأن الناس تكلموا في هذا الباب وكل واحد يدلي بدلوه فهذا البلاء اللي كيوقع يبين لنا المؤمن من الكافر المؤمن المسلم من غير المسلم والمؤمن من المنافق والخبيث من الطيب إلى غير ذلك ولهذا البلاء يبين حقيقة ومعدن الناس قال الفضيل الناس ما داموا في عافية مستورون الناس ما داموا هم مزيانين راه مستورين فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم
فصار المؤمن المؤمن مشى الايمان ديالو اللهم لك الحمد هذا الشيء مكتوب علينا الله ماشي نبدا نبكي وندب ونمشي لعند الشياطري اعطيني الكينات انا اكنيت شلابن اشت الرقع راه عندك المشكله كل شيء في الفكر راه الفكر هو اللي كيبني الشخصيه وانا اقولها الفكر المعوج هو الذي يبني الشخصيه المعوجه والفكر السليم النقي المنقح المطعم بالدين والشرع والقران هو الذي يبني شخصيه سويه الانسان لا يخضع للعرف لا انا العرف ديالنا والتقاليد ديالنا انت مسلم الذي يحكمك هو الشرع وهو الدين يجب ان تخالف هذه العادات والتقاليد ولا سيما اذا كانت لا تمت للاسلام بصله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين ثمانية لا بد منها على الفتن ثمانية أشياء لا ينفك عنها الإنسان ولا بد أن تجري على الإنسان سرور وهم واجتماع وفرقة وسرور ويسر وعسر ثم سقم وعافية واعلم على أن هذه الأمراض إحنا كمسلمين خصنا هكا نشوفوا لهذا البلاء ما نشوفوش بالنظرة ديال الماديين والطبائعيين واللايكيين إلا أن المرض لما كينزلبك المرض والبلاء والقح أنه دواء للقلب دواء هذا هو الدواء ديال القلب والدواء ديال الروح إذا قال واعلم رحمه الله ابن القيم أن الأمراض في باب البلاء هي انتفاع القلب والروح بالألم والأمراض أمر لا يحس به إلا من فيه حياة فصحة القلوب والأرواح موقوفة على ألم الأبدان وما يحصل للمسلم عليه المصاب من التواب إلا الله عز وجل يرزقه الدرجات العلى أصاب أحد السلف الصالح مرض في قدمه واحد من السلف الصالح مسكين رجله مرضات فلم يتوجع ولم إلى آخره واسترجع فقيل له يصيبك هذا ولا تتوجع فقال إن حلاوة توابه شوف قال لك الحلاوة ديال التواب ديال هذا المرض أنستني مرارته ووجعه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدي شبابا وشابة للمستقيم والحمد لله رب العالمين